شكرا. اللي كنتمنى انا بور لو 8 مارس هو حتى شي واحد ما يعاود يقول ليا لو بلو غران انمي ديال لا فام سي لا فام. كنتمنى في لو 8 مارس انني نفيق كل صباح ولبس اي حاجه بغيتها بلا حتى شي حد ما يحكم عليا. بغيت فاش نكون كنسوق ما نكونش خايفه ان شي واحد يتهجم عليا. Je souhaite pour le 8 mars que tu vives pleinement ton statut de femme. انا بغيت تعطي المراه القيمه الحقيقيه ديالها في الشارع في البيت ديالها وفي مكان العمل. بغيت والديا يعاملوني بحال اللي كيعاملوا خويا ويخافوا على خويا بحال اللي كيخافوا عليا وبارك علينا من حيت هو ولد وانتي بنت. Je souhaite sortir avec le style vestimentaire que je désire sans avoir peur d'être harcelée dans les rues. Moi, ce que j'espère, c'est que ma fille puisse bénéficier d'un super système d'éducation qui la prépare pour son avenir. Je rêve du jour où il n'y aura plus besoin d'un 8 mars. نهار اللي كل بنت ومرأة في المغرب تمشى في الزنقة بأمان وبلا ما يبسل عليها حتى شي حد. نهار اللي نوصلوا فيه للتكافؤ في الرواتب والترقيات بين الرجال والعيالات. نهار اللي يكون عندنا ان كونجي باترنيتي او ميم تيتر كو لو كونجي ماترنيتي باش ما يبقاش الحق في تكوين أسرة عامل تمييز بين الرجال والعيالات في المسيرة المهنية ديالهم. Thank you.